كثيرة في هذا المنطقة وهو مدار الترقية العقارية في كل الشريعات العربية وخطرها في التنمية والاستثمار. اخترنا هذا الموضوع نظرا لحساسيته وأهميته. فحقيقة موضوع الترقية العقارية هو موضوع مهم كما قلنا من جانبين، مهم من جانب اقتصادي ومن جانب اجتماعي. ففي الأساس هذا الفكرة أو نظام الترقية العقارية بصفة عامة موضوع يعني حديث صح التعبير. لماذا؟ لأنه تقريبا كان بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الدمار والخراب التي عرفته الكثير من الدول في العالم. فالدول الغربية استطاعت أن تستثمر في هذا النظام وتجند الكثير من الخواص الذين كانوا في السابق بعيدين كل البعد عن إطار الترقية العقارية. فالذي حدث أنه أدخلوا الخواص في نظام الترقية العقارية، وبالتالي أصبح هذا النظام يدر على الدول الكثير من الأموال وأصبح مورد من موارد الخزينة. إضافة إلى ذلك ساعدهم فيما يسمى بالاستقرار الاجتماعي، بمعنى أنه مثلا نظام الترقية العقارية أهم القطاعات الخاصة المهمة فيه هو قطاع السكن، وبالتالي لما المواطن يجد سكن لائق يعني هنا يعني الجانب الاجتماعي هو مرتاح. فيبقى الجانب الاقتصادي، فالدول استطاعت كما قلت منذ قليل أن تعتبره مورد مهم. مرحبا بكم عندنا في إطار فعاليات منطقانا الدولي الموسوم بأفاق الترقية العقارية في الشريعات العربية ودورها في التنمية والاستثمار لهذا الموضوع بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، كونه متعلق بعنصر أساسي هو السكن وتطويره. بعد بروز القانون 11/04 الذي أحدث التوازن بين في العلاقة بين المرقي وكل المرقين العقاريين والمقتنيين للعقار، وبالتالي هذا القانون قد أحدث كل التطوير، كل توازن، كل ما هو إيجابي في إطار الترقية العقارية، كونها هي الأساس في تنمية الاستثمار، تنمية الاقتصاد الوطني. ودائما كما سبق وأن قلنا أنه مخبر الحكمة والقانون الاقتصادي يسعى دائما إلى إبراز أهم المواضيع التي لها علاقة بالوقت الراهن، لها علاقة بالإشكالات التي يعيشها الوطن ولما لا الإشكالات التي تعيشها باقي الدول العربية والغربية. وبالتالي نتمنى أن نكون دائما في الرياضة، نتمنى أن نكون دائما في الحدث وفق تطلعات المواطن المستهلك لما لا. كمديرة السكن والترقية العقارية تلقينا فيها مشاكل، عدة مشاكل، وخاصة في إعداد ليزاكت مع المرقين العقود، مع المرقين العقاريين، وخاصة مع المرقين العقاريين المتقاعسين في إلغاء العقود. هذا هو الإشكال الحقيقي اللي رانا تلقيناه مع المستفيدين في إلغاء هذه العقود. وكذلك وتمن هذا المنطقة حقيقة تلقينا عدة مشاكل في تشديد برامج السكنية مع المشاكل تلقيناها خاصة مع المرقين وعلى المستفيدين في العقد، كعقد الذي كيفاش نقوله هو اللي يربط بين المرقي والمستفيد، وخاصة في الإلغاء في تسديد المستحقات، خاصة في تسديد المستحقات. هذا هو الإشكال المطروح يعني حقيقة والمعقد في إنجاز العقد بين المرقي وبين المستفيد.